عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة الفيديو ده، طبعا احنا المعمل بتاعك في الأسبوع الواحد بناخد 4 تمارين أو تمرينين حسب الأدوات اللي أنا عايز أعلمك إياها. هنا هنعمل آخر تمرين، ده تمرين بسيط بس أنا هنفكر فيه بطريقة مختلفة. تعال نفكر فيه بطريقة مختلفة. إزاي؟ أجي أعمل هنا نيو واروح معلم عليه كده، هنرسم التمرين ده وهنرسم التمرين اللي بعديه، يبقى الاثنين دول هنرسمهم في المعمل ده. ادي التمرين ده، تعال نفهمه. قلنا هنرسم، انا ممكن ارسم الشكل ده اللي هو الخطوط دي بتاعته، بص معايا كده، والناحية التانية برضو، وادي 10 واطلع فوق هعمل ده كده، يعني هعمل شكل عامل كده بالظبط. الشكل ده عامل كده من فوق، صح ولا لا؟ الحتة دي اللي هي دي اللي هي كام؟ الراجل قايل لي 56، ماشي. واجي ابص على الحتة دي من الجنب الاقي دي 60. خلاص يا شباب، اللي هي من هنا لهنا، والحتة دي من هنا لهنا، الحتة الصغيرة دي 10 والحتة الصغيرة دي 10، وبعدين البوز ده 40، والعرض البوز ده كام؟ 36. خلاص يا شباب، وادي دي 10 ودي كام؟ 60 برضو. ليه بقى انا اخترت ان انا ارسم من فوق؟ لانك لو جيت رسمت من تحت من الجنب هنا هتبقى الحتة دي مصمطة، لو انت عملت لها اكسترود، صح ولا لا؟ هتبقى مصمطة. فطبعا ليه؟ طب ما انا ممكن اعمل ارسم من فوق الفريم الرئيسي، عشان كده بقول لك اختار الاول انت هترسم من التوب، ده الفرونت اهو وده السايد فيو، الليفت اهو ده الليفت وده التوب. انا قلت لك بتبص على الرسمه، تعال نبص على الرسومات اللي فاتت كده. الرسمه دي احسن مكان ارسم منه هو التوب الفرونت. الرسمه دي عملنا كيوب وبعدين بدات اشتغل من التوب لان فيها التفاصيل اكتر عن الجسم. تعال نشوف الرسمة دي. الرسمة دي هرسم من ايه؟ من الجنب، ولما اجي اقطع هقطع من ورا، هرسم من ورا من على اليمين. هنا جمعنا كل حتة لوحدها واشتغلنا في الفرونت لان فيه كل التفاصيل. هنا قطعنا الحتة الزيادة زي ما احنا قلنا. هنا هشتغل من فوق ولا من تحت؟ هشتغل من اليمين، من هنا، من اليمين هنا. اليمين ده فيه تفاصيل اكتر، او ممكن ارسم الحتة دي لوحدها وابدا اركبها على الجسم عادي. يبقى انت ممكن تشتغل من هنا وتروح جاي عامل اكسترود مسافه 55، وبعدين تروح مكمل بقيه الجسم. خلاص، فانت هنا اسهل حاجه تعملها ان انت ترسم المكعب زي ما احنا كنا بنعمل، وتروح شايل حرف اليو، تمام، وتروح عامل شانفر بالشكل ده، وتروح جاي راسم مستطيل فوق خالص قبل ما تعمل شانفر، ابعاده زي ما مرسومه، وتروح شايل الجزء. فاحنا ممكن ناخد التمرين ده اللي فوق وناخد التمرين ده سهل برضو ممكن ترسمه، وناخد التمرين فيه ثقوب، ثقوب غلسة شوية. ازاي انا اشيل الشكل ده؟ احنا قلنا بنيجي نرسم مستطيل، فاحنا ممكن نيجي نرسم الشكل التاني بعد شوية. تعالوا نشوف هنا، لقينا ان فوق، بص من فوق هيدينا احسن تفصيل للجسم، وهاجي ارسم الشكل ده 56 × 60 × 10 × 40 36. الكلام ده منين؟ نعم، طب هنفتح الاوتوكاد واقول له ابدأ لي حاجة جديدة، اعملها لي دكتور عرفة، انا عاوز دكتور عرفة. هقفل دي واعمل لها سيف از درونج، واجي اقول له انا عاوز اسيفها في المكان اللي على الديسكتوب اوتوكاد اكزامبلز، اقول له ادي كوليدج، وادي من 9 ل 12. احنا خدنا دي دبليو جي بنشتغل عليها، احنا خدنا 0.5 و0.6، 0.5 اهي و0.6، يعني ما اتحفظتش الدي دبليو جي، احنا هنحفظها كمان شويه. وسبعة والتمانية اللي هنحفظ بيه ده 8 example 0.8، واعمل save
خلاص، واجي اقول له يخش لي على الهوم، واقول له انا عاوز اخش اشوف شكل 3D WCS ماشي، اقول له انا عاوز ارسم هنا، واقول له انا عاوز اشوف من فوق من التوب زي ما احنا قلنا، احنا عاوزين نشوف نرسم من فوق من عند التوب ده احسن بعد عندي، والشكل من فوق انا شايفه ادي الفريم بتاعي اهو الشكل ده، واتجاه رسمه بره كده عشان ما اتلخبطش، اقول 56 60 10 40 36 40 10 60. جبت الابعاد دي منين؟ هو الراجل قال لي عرض الرسمه دي 56، رحت جاي كاتبه هنا، وعرض الحته دي كلها وقال لي كام؟ 60، رحت كاتبه هنا، والحته الصنطوطه دي كام؟ 10، وبعدين الحته دي كام؟ 40، والحته دي كام؟ 60 36، وهكذا. هروح جايب عامل بولي لاين او اللاين عادي بس متنساش تعمل جوين، واجي اقول له شغل القرصه، واقول له انا واجي اقول له هنا ان انا هبدا ارسم خط راسي 56 واضغط انتر ماشي. طبعا خط كبير جدا على الرسمه، بقعد اجيب الرسمه بتاعتي فوق كده، اقعد اصغر على قد ما اقدر، اعمل اسكيب واصغر، واجي اروح جاي واخد الرسمه بتاعتي الخط البدايه، واظبط رسمتي بقى بحيث ان انا عاوزك ترسم في حته بعيده عن الاكسس خلاص، واجي احطه هنا. يبقى ده الضلع طوله كام؟ دي الحتة اللي هي 56، هاجي اعمل 60 10 40 36. تعالوا نعمل، هاجي لاين، هاجي امشي، اقول انا همشي هنا 60، اطلع حتة صغيرة 10، وامشي حتة 40، واطلع حتة 36. ايه رأيك في اوتوكاد 40 اهو؟ مفيش اسهل من كده. وادي 10، واروح جاي قافل ايه، عامل انتر، واروح جاي اقول له اقفل الجسم خلاص، واعمل سكيب. انت كده تمام رسمت الشكل 2D، بس خلي بالك كل حته لوحدها. اروح جاي يعني اعلم على الجسم كله، واعمل موديفاي ايه، ها اهم حاجه في 3 دي الجوين. بعد ما عملت الجوين يا شباب، هاجي اخد الشكل ده في 3 دي ماشي، واعمل له اكسترود ارتفاع معين. تعال نشوف هنعمل له ارتفاع بالقيمه قد ايه. وقال لك ان ارتفاع الجسم كام كله؟ 54. تعالوا نعمل ارتفاع الجسم كله كام؟ 54. هاجي اعمل اكسترود واقول له انا عاوز اعمل له اكسترود بقيمه 54. خلاص اصبح عندك الشكل 3D. لو انت شفته في الشكل الكونسبتشوال اهو، شايفه ده الشكل كله بدون ما تشيل منه بقى ايه الميل ده ولا الفجوه اللي في النص. طب احنا هنشتغل ازاي بقى؟ هو قال لك ان من النقطه دي، ركز معايا، ممكن انت تيجي تروح شايل الجزئية دي خالص، تعمل ايه؟ تعمل ميل ده. طب الميل ده قيمته كام؟ قالك من تحت هنا المسافة دي 18. طب والمسافة دي سيادتك كلها كام؟ 54. اروح جاي هنا بره، قصدي هنا اهو، واضغط هنا على الحاسبة، احسبها اطلع على حاسبة عادي، اقول والله دي 18 ودي 54، اقول 54 ناقص 18 يديك كام؟ 36. يعني الحتة الباقية اللي هي من هنا من الخط ده للخط ده، نطلع بيها كده، دي كام؟ 36. خلي بالك دي مسافة رأسية، ما عملتهاش كده، لا انا عملت لك رأسية. يعني من النقطة دي كده اهو، لو انت رسمت خط ده كده، الخط ده مع الشهر ده هو ده 36. خلاص يا شباب، فال 36 دي تخيل معايا كده، دي 36، يبقى عمق هنا ده هينزل 36 من الاتجاه ده، وهيرجع كده في اتجاه معين. الحتة دي كام؟ الحتة دي من اول هنا، انا عاوز اشوف الحته دي من اول هنا لغايه هنا كده. تعال ندور على الحته دي كده، نمشي كده نمشي كده نمشي كده نمشي كده. ده قال لي كام هي يا شباب؟ قال لي ان هي 42. طب والمسافه كلها كام؟ انت عشان تعمل شنفر لازم تحدد المثلث اللي هنا ده ابعاده قد ايه.
دي احنا عرفناها 36 خلاص ماشي اهي. نمسح دي كده ونمسح دي كده. الابعاد بتاعتك دي 36 عرفتها. طب الحته دي قد ايه؟ هروح جايب الحته دي كلها وطارح منها الحته الصغيره دي. الحته الصغيره دي قال لك هي كام؟ 42. طب والحته كلها كام؟ الحته كلها عباره عن 40 زائد كام؟ زائد 60. 40 و60 يبقوا كام؟ تعالى بقى حاسبه، يبقى 100 واطرح منهم 42 يبقى 58. يبقى انت محتاج تعمل شنفر بكام؟ ب 58. دي حاجات بتحسبها انت الاول قبل ما تخش على الرسم. يبقى الشنفر ده هقول له والله المسافه اللي نازله لتحت ديستانس واحد 36 والافقيه 58. تعالى نعمل الكلام ده. انا عاوز اعمل ايه؟ الايدجز اللي هيتعمل لها شنفر، ركز معايا بقى كده، اللي هيتعمل لها الايدجز اللي هيتعمل لها شنفر، الايدج دي هيتعمل لها شنفر منين؟ المسافه دي كلها. خلاص انا هعتبر ان هو الشكل اللي فوق ده الايدجز دي كلها هيتعمل لها ايه؟ شنفر. طيب طب ما انت ممكن تعمل حاجه تانية، ان انا اجي اقول للجسم ده والله انا هرسم مثلث في الجنب كده هنا اهو، واجي اشيله من الجسم. ابعاد المثلث كام؟ 36 في 58. خلاص تعالوا نعمل. قلنا عشان نقطع الجزء ده هروح جاي راسم المثلث ده اللي هو اللي باقي من هنا، طرحت المسافات دي وحسبتها، طلعت 58 في 36، يبقى ده مثلث هيترسم في الفرونت، والطرف بتاعه هيتحط على بعد 42 من بداية الخط. 42 من بداية ايه يا شباب؟ من بداية الخط. تعال نشوف ازاي اعمل الدليل. الدليل قلنا بنعمله بالخطوط. طبعا انا هشتغل كله في الايه؟ في الوجه الفرونت. خلاص يبقى انا هاجي من هنا اقول له والله انا عاوز اشتغل في الفرونت، اصغر شوية واجي ارسم مثلث بره. قلنا المثلث بتاعنا كام؟ 58 85 58 مسافة، وانزل كده مسافة كام؟ 36، واقول له اقفل لي الشكل، اكتب حرف السي واضغط انتر، يبقى ده المثلث بتاعك اللي انت هتشيله خالص من الشكل. هروح جاي اعمل له موديفاي جوين، ودي الاداة اللي بنستخدمها في 2D. الحاجات الجديدة بعدها لك مرة واتنين مش تلاتة يا شباب. بعد كده قال لك حدد، ركز معايا بقى، قال لك من بداية الجسم هنا لبداية الميل اللي هو راس المثلث كام مسافة؟ 42. فاروح جاي عامل دليل، الدليل بيبقى خط مستقيم، باجي اقف هنا على ارسم خط مستقيم، واجي اقول له انا هبدأ من النقطة دي وامشي مسافة قد ايه؟ امشي مسافة اكتبها انت بقى زي ما انت عاوز، 42 اهي، واضغط انتر. تعال نشوف الخط اترسم ولا لا. اترسم خلاص. يبقى انت دورك دلوقتي ان انت تعمل موف للمثلث ده لغايه ما يتلاقى مع النقطه دي، صح ولا لا؟ صح. تعالوا بقى ليه؟ لان انت لما تيجي تبص الرسمه دي المثلث ده بادئ من عند النقطه دي، والنقطه دي للنقطه دي 42، فانا عاوز احط الدليل بتاعي. فرحت عامل خط دليل اهو، واروح جاي عامل موف للمثلث ده اهو اهو في النقطة التلاقي اللي أنا همسك منها، نقطة التلاقي اللي همسك منها هي دي. أروح واخد معايا المثلث، أفك القرصه عشان أتحرك بحرية، وأمشي بشويش لغاية ما أنزل عند الخط اللي أنا كنت راسمه الإند بوينت دي. يبقى أنا ظهر عندي في خط مايل المفروض أطرح الجسم ده كله. هطرحه من 2D؟ قال لك لأ، بنطرحه من إيه؟ من 3D. خلاص كده أنت تمام. هروح جاي على الكونسيبتشوال أهو، أروح جاي على المثلث ده تمام، واقول له انا عاوز اعمل اكسترود. اكسترود قد ايه؟ كبر زي ما انت عاوز. كبر زي ما انت عاوز. خلاص ليه؟ بحيث انت كده كده هتطرح الشكل ده تاني. انت رسمت اهو، جبت شيل الجريد بس عشان ما تتوهكش، وادي المثلث اللي انت رسمه اهو صح. عاوز اعمله بقى 3D. اعمله 3D ازاي؟ اعمل اكسترود، اعلم على المثلث واعمل اكسترود، واضغط اي مسافه بعيده. بعد كده استخدم اداه ايه؟ سبستراكت. ساب ايه؟ سبستراكت. اروح جايب سبستراكت ده ومعلم على الجسم الرئيسي، واضغط مسافه، والجسم اللي انا عاوز اطرحه اهو، عاوز اطرح منه ده، واضغط مسافه. خلاص يبقى ايه؟ شلك الجزء المايل. تعال نبص، هو والله ده هو الجزء المايل. فاضل لك ان انت ترسم الجزء اللي جوه.
الجزء اللي جوه ده لو انت ركزت معايا هو عبارة عن الدليل بتاعك، هيبقى عند النقطة دي. شوف تخيل بقى هترسم بقى منين، هنا هترسم من التوب، لان التفاصيل كلها بتاعت الفجوة دي موجودة في التوب فيو من فوق يعني. فانت هتيجي تعمل الدليل بتاعك ده 15 خلاص اهي، ودي كلها 20. طب الحتة دي كلها 20، الحتة دي كلها 56، عرفت منين؟ من هنا اهو. ودي 20 في النص، يبقى انا اعمل ايه؟ اجي اطرح 56 ناقص 20. التمارين اللي انا برسمها تهتم بيها عشان الامتحان العملي. 56 ناقص 20 يديك 6 وايه؟ 36. بعد ما تمتحن 36 اقسمه على 2، لان الحتة دي زي الحتة دي قد بعضهم اللي عليهم اكس، اروح عامل على 2 يديك 22. يبقى الحتة دي 22 والحتة دي 22. طب الكلام ده سليم؟ تعالى لا، 23 مش 22. تعالى يمكن احسبها تاني، 56 ناقص 20 يديك 36 على 2 18، مش 22، يبقى دي 18 والحتة دي 18. ليه انا بعمل الحسابات دي كلها؟ عشان تحدد الدليل. النقطة دي مش النقطة دي، انا هرسم مربع بره اهو، المربع ده ابعاده 20 تمام، وهعمل له اكسترود لتحت مسافة 25 صح اهو. طب واحد يقول لي المسافة دي قد ايه؟ مش مهم عندي، لان انا كده كده هطرح الجسم ده اللي انا هرسمه ده من ده، فمش مهم، انا همده بره الجسم واقول له سبستراكت امسحهولي. فانا هاجي اعمل نقطة التلاقي على بعد 15 من هنا، من هنا و 18 من هنا، واحدد النقطة دي خلاص واسيبها على جنب. بعد كده ارسم مستطيل بره كام؟ 20، واكبر حجمه، اكبر حجمه مثلا خليه 12 سنتي خلاص. تعالوا بقى نعمل الكلام ده ازاي. هنيجي نختار، نقول له والله انا عاوز ارسم من التوب اهو، ده الشكل التوب. طبعا هنجيب 2 دي واير فريم عشان ترسم بحرية. هقول له والله الجسم بتاعك احنا عندي طبعا الخط ده احنا هنمسحه، بس مش دلوقتي، في خطوط زيادة هنمسحها في الاخر زي ما اتعلمنا بنحرك الجسم. هنيجي نحدد نقطة الدليل، نقطة الدليل همشيلها ازاي؟ قال لك امشي كده 18 وامشي كده 15 ودي النقطة. يلا يلا نمشي كده، ايه، نشغل القرص بتاعنا الجميل ونقف هنا عند النقطة دي، وامشي كام؟ امشي 18 خلاص، واجي امشي كده كام؟ 15 خلاص. يبقى ده انت عملت دليل لنفسك، دليل لنفسك عشان اعرف احدد النقطة اللي انا برسم فيها خلاص، اللي هي اللي انا دي اهم حاجة لما تيجي تعمل تجميع تلحم جسمين في بعض. بعد كده هاجي ارسم المستطيل بتاعي، هاجي اقول له والله المستطيل بتاعي عرضه 20 الدايمنشنز بتاعته 20 اهي، انا عاوزه نازل لتحت 20 خلاص، واعمله لي اي بعد بقى، خليه 12 بس. 20 هو عمل ده 20، لا احنا عاوزين 12 سنتي يعني 120، مش ثواني ادي اجي اقول له انا عاوز مستطيل ينزل تحت المسافة العرض 120 واللي فوق 20 اهي خلاص. يبقى ادي المستطيل اللي الراجل سمهولي، تعال نجيبه تحت بعيد كده او فوق هنا اهو. الحتة دي كلها 120، قلت لك انا الطول ده مش عارفه، اللي هي الطول ده ليه؟ لانه هيبقى مادة بره الجسم وكده كده هنطرحه، انما لو مدولك في الرسم تمام. والحته دي 20. بعد كده هاجي اجيب نقطه التلاقي، نقطه التلاقي فين؟ انا قلت المستطيل النقطه دي، تخيل معايا اللي انا بعملها دي، هي تروح فين؟ تمشي تحطها عند النقطه الدليل اللي انت عملتها، واروح جاي هنا واخد هنا اقول له اعمل موف، وانا عاوز امسكه من نقطه الدليل اوديه فين بقى؟ افك القرصو، اقفل القرص عشان اتحرك بحريه، واجي اقول له انا عاوز اقف عند النقطه دي
خلاص. بعد ما وقفت عند النقطة دي خلاص انت اشتغلت 2D كده كفاية، اروح للايه لل3D. في ال3D لقيت ان الرسمة بتاعتي مرسومة تحت، ما تضايقش نفسك، علم على الحاجات اللي عاوز ترفعها لفوق واعمل موف واقول له والله انا همسك من هنا واسحب لفوق، اشغل طبعا البورس معايا عشان يطلعني عمودي اهو. طبعا لازم تبقى مظبوطة معاك عشان تبقى احسن واحسن. بص خد دول التلاتة مع بعض اللي هو الدليل بتاعك كله، واعمل موف واجي اقول له والله انا همسك من الحتة دي واطلعها للحتة دي. خلاص ماشي. تاني نعملها، انا عند حددت 3 اماكن اللي هما الحاجات اللي مرسومة تحت دي، واعمل لها موف واجي اقف هنا اقول له والله انا عاوز امسك من هنا واسحب لفوق اوقفه هنا. خلاص فبالتالي اصبح عندك ال3 خطوط اهم والشكل. بعد كده انت عملت هتعمل ايه؟ هاجي والله اعمل فراغ، الفراغ ده عمقه قد ايه؟ شايف هعمل له اكسترود ب25، يعني هحفر جوه الجسم ده 25. تعال نعمل نعلم على الجسم ونقول له اكسترود وانزل لتحت اقول له انا عاوز عمق 25. خلاص كده انت خلصت الجزئيه دي. ارجع للكونسبتشوال واجي اقول له والله انا عاوز ده الجسم الكبير. ماشي ركز معايا، لما نيجي نعلم على الجسم ده كده اهو، ده الجسم الكبير، اقول له انا عاوز اعمل سبستراكت وده الجسم اللي عاوز امسحه، واضغط سبستراكت واقول له ده الجسم الكبير، واعمل مسافه واقول له الجسم اللي عاوز امسحه وامسح. شفت الحلاوه؟ انت كده طرحت الجسمين من بعض. يبقى اما انت في الرسمه بص وركز معايا، يا اما تجيب حته تركبها فوق الجسم ولازم تمشي الدليل ده، تعرف الدليل بتاعك هيقف فين زي ما عملنا هنا وهنا. الدليل بتاعنا كان النقطه دي صح، والدليل بتاعنا كان النقطه هنا بتاعت اللي هي فوق القعده. يا اما ترسم وتطرح الاشكال اللي انت مش عاوزها، ترسم شكل تطرحه خلاص. وفي طرق كتيرة يعني، انا بديك اسرع طريقة تعرف ترسم بيها في الاوتوكاد. تعالوا نشوف نطلع الـ الشكل بتاعنا في اللي اوت. طبعا انتوا بقيتوا محترفين. هضغط هنا بره هنا على البرواز ده واكبر شوية. طبعا قرصه بيحجمك في الحركة، خلي بالك لو لقيت نفس الماوس بتاعك بيروح يمين شمال بس اعرف ان القرص شغال فاطفيه لو سمحت. هنكبر دي شوية كده واجي اخش على الجسم اصغره واحطه تحت واكبر دي كده اهو، واكبر دي الرسمة دي كده اللوحة اللي انا هرسم فيها، واجي على جوه ده اقول له والله خدت لي الرسمة دي هنا في الجنب عشان برضه اتاكد ان هي اللي طلعت. ايه بنشتغل في اللي اوت؟ نعمل ايه؟ نخش على اللي اوت. اول حاجة بص انا بعد لك كل شوية الفيرست انجل، وبعدين اجي على البيز اختار فروم موديل سبيس وانزل هنا اعمل لي الفرونت واقول له اكزيت، اعمل الجانبي اعمل الافقي، ممكن اعمل سكيب معلش واجيبهم تحت شوية عشان فاكرين حتة الابعاد في النص كده حلو، واعمل اكزيت وعشان الابعاد تطلع جوه ورقه الرسم، واجي اعمل الجانبي. هو طبعا فنان يعني انت مش محتاج تعمل حاجه. هنيجي على الشكل السليم ده ونحوله، نضغط عليه ونعمل ايديت فيو واقول له والله انا عاوزه شيدد ويز لاين. اجي على ابيرنس هيدن لاينز اقول له شيدد ويز فيزبل لاين. خلاص يبقى بعمل اسكيب. هنا ادي الشكل السري دي، تعال نشوف الكلام ده بتاعه صحيح ولا لا. انا لما ابص من الجنب هنا اي حاجه جوه هنا حرف ال ده مختفي، اللي جوه ده حرف ال اللي جوه ده مختفي خلاص. يبقى من جانبي الفرنت اهو انا شايف ان الخط ده كله مختفي. طب امال ايه الخط اللي واقف ده؟ الخط اللي واقف ده سيادتك هو الخط ده تمام. طيب لو انا عاوز اشوف الاشكال دي من غير ما اعمل، هتيجي هنا تيجي تقول في هنا اللي هنا اهي عشان اكس راي، لا فين اكس راي؟ لا انا عاوزه اللي هو رياليستيك.
اللي هو واير فريم عادي، تمام، وأجيب واير فريم تاني. ممكن تيجي من هنا وتيجي تتلف الجسم بتاعك وتشوف ادي كده اهو، تشوف شكله ايه من الفرونت. هو عبارة عن خطوط، انت عارف ان الخط ال ال ده مخفي، ممكن تيجي تعلم عليه وتقول له لا انا عاوز المنطقة دي مخفية. تيجي من التوب، من فوق من التوب هشوف ايه، هشوف ادي خط، طبعا ده خط مساعد، نسينا نمسحه، هنمسحه دلوقتي. وعاوز تيجي تمسح تشوف من من الشمال اللي هو الليفت، هتلاقي الحرف بالشكل قدامك زي ما انت شايف اهو، وزي ما انت شايفه كده. تعال نشوف هو في الموديل رسم بالطريقة دي. اه سيادتك اهو، ادي الركبة اليمين اللي هي دي، تمام اهي الحتة دي خلاص، وادي حرف اليو اهو، حرف اليو ده فين اهو، وادي الركبة الشمال، وادي الوش اللي تحت اللي هو بره ده، والفجوة اللي في النص لما تبص لها من هنا تحس ان هي مستطيل اهي. طيب من فوق ابص اشوف ايه، اشوف حرف اليو ده اهو، واجي اشوف حرف اليو ده اهو، بس ما اشوفش حاجة تاني خلاص. طيب تبدأ تحط الابعاد زي ما احنا عارفين، تيجي تخش على انوتيت واجي اقول له دايمنشنز، نغير بس الابعاد، نعمل مودفاي، واجي من مودفاي اقول له دي انا عاوزها 1/10، واجي الارو اخليها 1/10. خلي بالك لو انت مش عامل تمبلت، خلي بالك لو انت مش عامل تمبلت، اهم حاجه لو سمحت تيجي على الدروينج دي وتختار يونتس وتخليها بالمليمتر ارجوك، خلاص الحاجات اللي احنا متعلمينها ديسيمال 0.0 مليمتر خلاص، عشان تطلع الرسمه معاك مظبوطه. هاجي على النوتيت اقول له والله يلا حط ابعادك اهو، يلا ادي له ابعاد، ها اهو دي هنا كده اقربها شويه، واجي اقول له كونتينيو، اعمل لي دي كمان، واعمل لي دي، واعمل لي دي خلاص، وتعالى في الجانبي اهو الافقي ده، هقول له اعمل ده وده، هاته لي هنا، واعمل كونتينيو بقى ليه لبقيه الاماكن، ادي دي ودي ودي ودي. احلى حاجه في اوتوكاد ان هو بيرسم الابعاد بطريقه حلوه. تعالوا هنا نقول له والله دي كلها العرض بتاعها اهو، في بعد ممكن نعمله في الجنب هنا، تعالى نعمل الحته دي من الجنب اهي، واجي اقول له كونتينيو، كمل بقى خيرك اهو، بس خلاص انت كده ظبطته ابعاد على قد ما تقدر. هنعلم على الشكل ده كده، ونبدا نحركه شويه بحيث ان هو يبقى جوه لوحه الرسم. طبعا الابعاد دي بره قوي، نجي ندخلها جوه، دي ابعاد بره ندخلها جوه خلاص، يبقى كده انت الرسمه بتاعتك رسمتها. طيب لو انا عاوز اعمل حاجه تانية، قالوا الرسومات دي علمت عليها كلها، وجيت قلت له على السهم ده كده اهو، اضغط عليه وقلت له لو سمحت صغر لي الحجم شويه، تعالى خليه 21، ده كبرهولي اهو، ده فروم بيرنت، انا عاوز كله كل الاحجام كلها تتغير. تعالى نعمل كده، احنا شغالين فوق اللوحه مش شغالين جوه اللوحه، كل واحد ممكن نصغره شباب، تعالوا نصغره شوية، نخليه 1/5، لا ده كبر، تعال نخليه 1/100، نرجع تاني، احنا عاوزين نصغر الأشكال دي، الشكل ده مثلا، احنا عاوزين ناخده سكيب، الشكل ده مثلا بالأبعاد بتاعته أنا عاوز أصغرها شوية، عاوز أقول له الراجل ده أعمل له سكيل صغره لي شوية، هصغر لك الأشكال كلها. ليه واحد هيقول لي أنت بتصغر ليه؟ هقول لك دلوقتي، خليها دي صغيرة أوي، خليها 1/40 كده حلو. تعال بقى نشوف هنعمل حاجة حلوة دلوقتي، هنروح جايبين المسقط ده همسحه خالص. طبعا انت الرسمة بتاعتك استنى اعملها لك برنت عشان ما تجيش تقول ايه،
ان انا مرسم كده اشتاق. تعالى نعمل لها برنت واقول لك الحاجه اللي انا عاوز اعملها مفاجاه. فين برنت؟ اقول له بي دي اف، واقول له ايزو اي 4، واقول له اوكي. ده اكزامبل 08 ليو اوت 1. هنكتب هنا اندر سكور نو سيكشنز، مفيش قطاعات، مفيش قطاعات. خلاص هو الراجل هيطبعه، تعال نستنى يطبع. خلاص الاكزامبل 8 ظهر، احنا لسه رسمينه اهو. طيب انا عاوز اشيل الشكل ده واعمل قطاع كامل او قطاع نصفي. تعالوا نشوف بنعمل القطاعات ازاي في الاوتوكاد. هنيجي نيجي ناخد الرسمه دي تاني، معلش نعمل لها نيو عشان دي اتلخبطت خالص. تعالى نعمل سبوره جديده، سبوره جديده. عاوز اعمل قطاع، يعني عاوز اعمل ايه؟ عاوز اجي من هنا اقطع كده، ده بنسميه فول سيكشن. خلاص يبقى انا من الجانبي وانا ببص، انا عاوز اشيل الجزء ده اللي انا هقشره دلوقتي ده، انا عاوز اشيل الحته اللي بره دي وعاوز اشوف الجزء اللي جوه بس. ماشي، عاوز حاجه تاني ثابتك؟ تعالى نعمل دي الاول. يبقى انت هتيجي تعمل فول سيكشن من نقطة A لنقطة A. طيب لما تيجي تقطع هنا، انت هتقطع في الرأسي ولا في الافقي؟ هقطع في الفرونت اللي هو ده، صح؟ اللي هو الايه؟ الفرونت، مش ده الفرونت؟ يبقى انت لما تكون عاوز تعمل قطاع في الجانبي، نقطع فين؟ نقطع في الفرونت. تعال نعمل قطاع جانبي. تعال نخش على الرسمه بتاعتنا، هنمسح منها الجزئيه دي اهي خالص. لا مش مشكله، هدي دي كده، واجي اقول له هنا في سيكشن، في يا شباب سيكشن، في بيقول لك عاوز فول سيكشن، هاف سيكشن، او زجزاج، او الايند، او بتاع. طبعا احنا شغالين بالتلات انواع دول اللي هو الاوفست والهاف والفول. هنعمل الفول الاول، هنعمل مره فول في الفرونت يطلع لنا الجانبي، وهنعمل فول في ال، طبعا ممكن اعمل حاجه حلوه، ممكن اعمل كنترول زد. ماشي، و اصغر دول شوية بقى. خلاص تعالوا نشر، اصغر شوية، اصغر دول شوية. 40، اصغرها تاني شوية. 20، 50 كده، صغيرة حلوة. تمام، واروح جاي شايل الابعاد دي خالص عشان بس يبقى شايفين الدنيا. انا هشيلها خالص، لكن انا خليت الرسمه ايه، مش مرسوم فيها حاجه. تعال نشوف هنعمل الفول سيكشن ازاي. الفول سيكشن انا قلت انا عاوز من النقطه دي، من عند النقطه دي اجي اضغط على سيكشن واعمل فول. بيقول لك تحت سيلكت البيرنت فيو، انت عاوز تعمل قطاع كامل فين؟ في الراسي ولا الجانبي ولا الافقي؟ انا هقول له انا عاوز اعمل في الراسي. خلاص بيقول لك حدد الستارت بوينت. شوف بقى لما بعمل الستارت بوينت ازاي. هاجي اقف هنا، طبعا انا مقفل النقطه دي، هروح جاي هنا مشغل النقطه دي. تمام، وانا نازل الراجل ده للاسف بي 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 الاورسو بيضايق في القطاع، فانت ممكن تشغل الاورسو وتعمل عمود بس طلعه بره شويه. خلاص طلعه بره الجسم شويه. لو انت شغلت الاورسو، انت لو شغلت الاورسو هيقعد يضايقك كده. بص اهو، تعالى تاني، انا عاوز اعمل سيكشن من النقطه A لA. فين النقطه A؟ اهي لA هنا في القطاع الفرونت، واشوف شكله في الجانبي عامل ازاي. اروح جاي قايل له هنا اهو، اجي اقول له اعمل سيكشن وادي فول، وادي اقول له والله ادي الشكل الرأسي اللي انا عاوز اعمل فيه، واختاره كليك، واجي اقف عند النقطه دي وانزل تحت خالص كده.
مجرد ما اتعلم هيظهر لك حاجة بتمشي. هل انت عاوز تشوف الناحية دي؟ تعال نفهم الناحية دي هيعمل ايه، واقول له اكزيت اهي. ولو عاوز اعمل سيكشن تاني اهو من برضو من عند البيرنت فيو ده، اللي هو سيكشن من عند بي بي، تعالوا نشوفه ايه اهو، واجي احطه هنا واقول له اكزيت. تعالوا نشوف ايه اللي حصل ده يا رجاله. بيقول لك والله لو انت قطعت بالسكينه من هنا وبصيت من اليمين اهو، هيطلع لك الشكل السكشن بالشكل ده. تعال بص كده، لما اقطع من هنا انا هشوف ايه؟ هشوف ان الحته دي كلها متهشره، اللي هي دي كلها حرف اليو متهشر اللي هو ده، زائد ان في مستطيل جوه اهو اللي فاضي اهو. طيب لما اقطع العكس، لما اقطع العكس يا شباب، انا هشوف ان المستطيل ده موجود بس ملوش خط فوق. خلاص اهو المستطيل اهو مقطوع ملوش خط فوق. تخيل معايا المنظر، تعال نشوفها في الموديل ونرجع تاني. ها تعال نخش على البيت، وتعالى نشغل الاكس راي، شوفها تبقى واضحة اهي، او كونسيبتشوال مش هتفرق. انا لما اجي احرك الجسم ده كده واقول لك ده الجانب اهو، واعمل لي قطاع، انت هتشوف ايه لما تقطع؟ هشوف دي كلها حتة حرف يو معمول لها تهشير، وهشوف المستطيل ده معمول له خط. خلاص يا شباب. طيب لو انا عاوز اشوف من هنا كده، تعالوا خلاص انا عاوز اشوف من هنا، هشوف ايه؟ هشوف الحته اهي مفيش خط مستقيم هنا، شايف مفيش خط مستقيم، وهشوف حرف اليو برضو ما اتهشر من ورا اهو الشكل اهو. هشوف الخط ده مش موجود، واشوف حرف اليو كل ده متهشر والمستطيل ده. طب انا عاوز اشوف اكتر، تعال نشغل الاكس راي. الاكس راي وريتك ايه؟ قالت لك ادي اهو في حرف يو، ده كل ده هيبقى متهشر من جوه، وعندك المستطيل ده اللي جوه ده بالشكل ده. طب انا عاوز اشوف اكتر، انا عاوز اعلمك تشوف اكتر ازاي. هقول له هنا فلتر ده، واقول له فيس، واعلم على الفيس اللي جوه دي، اخرج من طول اللي بتعمل بتلف لنا الجسم، واقول له فيس، واختار الفيس ده اهو. شايف الفيس ده بقى؟ تعالى نلف ونشوفه هو فين مكانه اهو. شايف اللي عنده السهم بتاع الاكس واي والزد ده؟ هو ده اللي هيبقى باين معاك مفتوح وملوش خط قدام، لان انت قاطع منين؟ من عند الحافه دي، فهتبقى حته مليانه وبعدين حته فاضيه وبعدين حته مليانه. خلاص يا شباب. طيب ايه تاني؟ ايه التاني اللي هتشوفه؟ هتشوف لو شفت هنا تبقى الحته دي مليانه. خلينا نشوف في الموديل اللي اوت اللي ظهر معايا، نخرج من هنا، ده احنا عملناها، ونرجع الشكل زي ما كان، واجي اخش على اللي اوت اهو، عمل لك قطاع كامل رأسي، قطاع كامل اهو، مرة على اليمين ومرة على الشمال. طيب لو انا عاوز اعمل قطاع في الافقي، عاوز اقطع هنا او اقطع في الجانب ده بطريقة ما من النص هنا، واشوف شكله عامل ازاي في الجانبي وفي الرأسي، تعالوا نشوف ايه الكلام ده. انا ممكن ده اجيبه كده، احركه تحت شوية عشان احط بقية السكشنز. او بيقول لك السكشن ازاي، بيكتب لك ده سكشن من عند بي بي، وده سكشن من عند اي اي. لو انت قطعت الجسم وشديته كده وبصيت هتلاقي ده كده. خلي بالك في التهشير الخطوط المظلله ما بتبانش معاك، والكلام ده قلناه قبل كده وفي الرسم اللي انتوا خدتوه قبل كده. تعالوا نشوف، احنا مش عاوزين نعمل ديتي، احنا عاوزين نخش على اوت واعمل سكشن، واقول له فول برضو، واقول له انا عاوز اعمل في الجانبي. او بيقول لك عاوز تعمل ايه سيادتك؟ اقول له انا عاوز اعمل فول سيكشن، هيقول لك اختار الجسم اهو. انا عاوز اقول له في الميدل بوينت، الميد بوينت هنكتبها اهي، واجي اقول له والله انا عاوز اعمل الميد بوينت هنا للميد بوينت هنا. خلاص شوف بقى الراس بتاعك هيبقى شكله عامل ازاي، نحطه هنا اهو، واعمل اكزيت. شوف الشكل عامل ازاي بقى. لما تيجي تقطع الجانبي من النص،
يعني انت عملت بالسكينة كده يا شباب اهو، لما تقطع بالسكينة في الشاطور من النص كده زي الجزار اهو، سكينة من النص كده، هتشوف ايه؟ هشوف والله في ده كله متهشر، اللي السكينة مشيت فيه متهشر، وبعدين شكل شبه منحرف مش متهشر اهو، ده كله متهشر وشكل شبه منحرف مش متهشر. طبعا الاجسام بتاعتنا مش يعني مش متناسقة، هنحاول ننسقها اهو، واجي ده اجيبه هنا شوية، عاوز اعمل له موف، ممكن تيجي هنا خلاص، اعمل له موف اهو، اقول له انا عاوز احركه، الجسم ده كله اهو، عاوز احركه جنبي شوية عشان يبعد عن الفرونت بتاعي، واجي على الفرونت ده كله، اقول له تعالى كده شوية. خلاص، يبقى انت ده سيكشن سي سي اهو اللي انت قطعت من الجانبي. طب انا ممكن اقطع من الجانبي برضو، ركز معايا، واقول له ده الفرونت بيرنت فيو، واقول له برضو انا عاوز من هنا بس طلع لي ايه، لما تقطع في الجانبي انا عاوز اقول له والله انا عاوز اطلع القطاع الجانبي للرأسي لما اقطع في الجانبي بالشكل ده. طيب لما اجي اقطع في الرأس بقى، تعالى، يبقى ده السي، وده لما قطعت هنا بالسكينة كان الاي والبي، خلاص الاي والبي. تعالى نجيب القلم الازرق ونكتب، نعمل قطاع تالت. لو انا جيت بالسكينة قطعت من هنا اهو، قطعت كده، دي السكينة تبقى عند دي تقريبا، خلاص دي ماشي. تعال نشوف لما نقطع من الفرنت صح بسكينة اسمها دي، تعال نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. هيديك المسقط الرأسي عبارة عن أشكال معينة، تعال نشوف الأشكال دي عاملة ازاي. هاجي أقول له سيكشن، وأقول له أنا عاوز فول سيكشن، ده البيرنت فيو، والله أنا عاوز أقطع، مش عاوز هو يحدد لي، أنا عاوز أنا أحدد بنفسي. هاجي اقول له هنا اقفل لي بقى الايه الاند بوينت والحاجات دي عشان يسغللاني، واجي اقول له والله انا عاوز اعمل سيكشن فول، اقول له ده اللي انا عاوز اعمله، واجي احط النقطه دي ايه برضو الانتر سيكشن مسغللاني، واجي اقول له والله انا عاوز اعمل سيكشن اهو للرأسي، واجي اقول له والله انا عاوز النقطه دي، لا اله الا الله، ايوه الحاجات دي كلها ممكن تقفلها خالص، ممكن تخلي بس النود خلاص تقفلها خالص، مش هحدد له بقى النقطة اللي احنا عاوزين نرسم فيها، هقول له والله انا عاوز سكشن من هنا لغاية هنا، اقطع من الحتة دي وريني الافقي هيبقى شكله عامل ازاي. تعالوا كده بقى اهو، انا عاوز اجيبه من تحت شوية بس الأوامر دي مغليلة الدنيا. طب نجيبه هنا، طيب وبعدين احركه، اقول له اكزيت، واجي اسحب اللوحة بتاعتي لفوق، واجي الراجل طيب ده احركه لفوق شوية، تمام. بصوا يا شباب ايه اللي حصل، لما انا جيت قطعت عملت سيكشن هنا فوق في الحتة اللي عند الدي دي، هو الراجل بص عليها لان احنا شغالين هنا ايه فيرست انجل، فعشان عاوز ترسم انت الشكل تشوفه من فوق لما تقطع، هنا لما قطع اكنه بص من تحت، لا انا مش عاوز دي خالص، اعملها ديليت. ماشي، هاجي اقول له انا عاوز اعمل سيكشن فول، واجي اقول له انا عاوز ده البيرنت فيو، وعاوز اقطع من هنا دي كده دي كده، واطلع اشوف منين، من فوق ولا من تحت، انت عاوز تشوف فوق ولا من تحت،
او فهو بيقول لك حدد انت عاوز تشوف من فوق ولا من تحت، فهي مش هتفرق معاك، انت مجرد ما قطعت فوق هو بيلغي اي حاجه مش موجوده. خلاص يا شباب تعالوا نشوف لما نقطع الجسم من عند الحته دي ايه اللي المفروض يبان. خلاص ايه اللي المفروض ايه يبان، ممكن نحطها هنا عشان نشوف اكتر اهي، وبعدين نقول له اكزيت. تعال نشوف بقى ايه اللي حصل في الرسمه بتاعتنا. ايه اللي انت شايفه لما انت قطعت؟ انت شفت الحته دي ولغايه هنا قطع. طب فين بقيه الشكل؟ هو لما بيجي يعمل فول سيكشن بيشيل الحاجات اللي مش موجوده اللي بعيد عن القطع، هو بيجيب لك لما انت قطعت ايش، لما السكينه مشيت انت شايف ايه. خلاص يا شباب، فهنا دي بالنسبة لما تيجي تعمل للأفقي ماشي. طيب لو انت عاوز تعمل قطعات مختلفة، ممكن اجي اقول له والله انا عاوز اشيل القطعات دي، علم على حرف السي كده واعمل ديليت، تعال نعمل سيكشن تاني ونعمل هنا نقول له فول، عاوزين نعمل هنا من النقطة دي وامشي بيه كده. خلي بالك كل ما تحدد القطاع كل ما يبدأ مرسم معاك صح. فانت السكشن لما حتى في الامتحان لما الدكتور كان بيجيب لك في الرسم بتاع اعدادي كان بيجيب لك حرف الاي بره بعيد كده، بيجي يمشي بيه كده ويعمل لك قطع. شوف بقى هنا تعمل اكزيت، هنا عمل لك القطع ايه كامل. ايه اللي انت شايفه بقى؟ انا شفت حرف اليو اللي فوق مقطوع وادي بقيه الجسم جوه. خلاص عاوز اعمل سيكشن تاني، تعال نعملهم كلهم في الفل ونحفظهم كملف عندك اهو. هقطع من هنا شغل الاكستنشن شغال ماشي. تقريبا هنا كده، واجي ابعد شوية عن الخط واقول له السيكشن ده بتاع الجانبي واقول له اكزيت ماشي. طبعا الكلام هنا مش مكانه كويس، ممكن تقفل القرصو وتيجي تحطه جنب الايه جنب الشكل، والكلام ده واخد مساحة، تيجي احطه فين هنا جنب الشكل. طيب انا عاوز اعمل مسقط افقي قطاع كامل، يعني اشوف الافقي برضو قطاع كامل اللي هو ده، تعال نحطه تحت الايه الافقي او كده، وده الجانبي نخليه جنب الجانبي. نجيب الناحية التانية، تعالوا بقى نحط الرأسي، نعمل سيكشن عشان اقطع في الرأسي بقطع في الجانبي، عشان اجيب مسقط قطاع كامل للرأسي بروح جاي اقطع في الجانبي زي ما احنا اتعلمنا من شوية. دي المنطقة في المنتصف اهي تقريبا ممكن تشغل الميد بوينت، وادي القطاع الافقي بتاع الراجل الطيب بتاع الراسي، اقول له اكزيت واخد المعلومه احطها فوق ماشي، واجي اصغر شويه حرف الايه ده اجيبه هنا شويه خلاص، واجيب ده الشكل ده احركه من شويه. يبقى انت في السيكشن ده اتعلمت ان انت ترسم شكل 3D، وتقعد كنا عملناه رسمنا من التوب رسمنا الشكل الفريم ده، وبعدين عملنا له اكسترود، وبعدين رسمنا المثلث الفاضي ده وطرحناه من الجسم، وبعدين رسمنا المكعب الفاضي ده وطرحناه من الجسم. طيب هنا عملنا استخدمنا السكشن، كنا في اللي اوت، واول حاجه عملنا الفرونت ودخلنا المقاطع وحطينا الابعاد زي ما احنا متعلمين، بس انا جيت عاوز اعمل سيكشن المره دي عملت الفول سيكشن. تعال نعمل برنت للوحه دي عشان الكلام ده مش هيبان، تعال نودي وراها، تعال نجيب الجسم السري ده فوق. لا البرد ده حاجه صعبه ماشي، ونيجي نعمل سكيب كده ونيجي نعمل نقول له والله برنت وطي ايس بي دي اف يو 4
خلاص، ونقول له هو المثال 8 بس بإيه، مش بنون سيكشن بقى، فول سيكشن قطع رأسي. تمام، هقول له سيف. انت لما بتقطع الاي ده البي ده هو اللي طلع لك ايه، طلع لك ده اسمه قطاع رأسي كامل بيبان في الجانب. الاي اللي تحت ده هو قطاع افقي كامل، الجانبي قطاع رأسي كامل تقطع في الجانبي. خلاص، يبقى رأسي كامل تقطع في الجانبي، هيبان لك الشكل ده. عاوز جانبي قطاع كامل تقطع في الرأس بالشكل بي، عاوز افقي قطاع كامل تقطع بالشكل ايه. خلاص، طيب حاجة هنعملها. تمام يا شباب، هنيجي على القطاعات دي نشيلها خالص ونعمل هاف سيكشن، قطاع مش كامل، نص كامل. تعال ازاي، مثلا اقول له سيكشن، اقول له هاف، وهو يقول لي سيلكت البيرنت فيو اهو، انا عاوز اعمل قطاع جانبي بس مش كامل. اروح جاي هنا واقول له والله النقطه دي كده هي على الاكستنشن، ممكن تشغل البورصو، اجي من هنا كده واقول له انا عاوز اعمل قطاع بالشكل ده، اجي اهو احطه كده واقول له اكزيت. هتلاحظ ان الراجل ساب الجسم الباقي الجسم زي ما هو، وراح جاي قاطع الحته اللي انت كنت محددها بالايه. خلاص، تعالى ممكن تطلع حتى الايه دي بره شويه. خلاص، ظهر معاك الشكل اهو، انه عمل قطاع الحته اللي فوق بس. ايه الاختلاف ما بينها وبين القطاع اللي فات؟ تعالوا نفتحه. ده النون سيكشن، ده اللي اوت ويز فول سيكشن اهو. ان انا لما قطعت بالسكينه البي باين لي ان كله مقطوع، انما لما قطعت بالهاف سيكشن بينت الجزء معين هو اللي مقطوع. خلاص يا شباب، طيب ده بالنسبة للقطاع رقم ايه. تعال نجيب الكلمة بتاعته فوقيه هنا، نجيب القطاع اللي انا عاوز اجيبه هنا، والكلمات دي اعمل سكيب واعلم على الكلام من بره واسحب الكلام لفوق اهو. خلاص، طبعا الاشكال اللي جاي ده بس عن بعضها، اقرب دي كده واقرب الدنيا كده لبعضها شوية بس. تعالوا نعمل قطاع برضو افقي نصف قطاع اهو، افقي نصف قطاع. تعالوا نعمله ازاي، هقول له ده البيرنت فيو، واقول له والله انا اقف هنا وعاوز اقطع كده من لغايه هنا وانزل كده. خلاص، يبقى بي ده هيطلع لك قطاع افقي اهو، هعمل اكزيت، هيطلع لك الحته بس اللي انت مشيت فيها السكينه هي اللي مقطوعه والباقي مش مقطوع. خلاص، واجي هنا على السكشن دي افك الارسو وابدا اخدها احطها في الجنب ده كده. خلاص ماشي، انا عاوز اعمل قطاع رأسي نصف، عاوز اقطع الربع بس بالسكينة، عاوز امشي السكينة في الربع بس. فاروح جاي هنا اقول له ده البيرنت فيو، واقول له والله انا هقف هنا واجي اقطع لغاية النص ده مثلا كده، واجي اقطع كده زي ما انت عاوز، واجي اقول له والله ادي القطاع اللي انا اشتغلت عليه. طبعا ال يا ربي سيكشن سيكشن هاف، واجي اقول له اد بيرنت فيو، واقول له انا عاوز اقطع من هنا واقف هنا تاني سيكشن هاف، شغل الورسو، واجي اقول له والله ده البيرنت فيو، واجي اشغل الورسو معايا ادي النقطة في النص، واجي اروح اقطع لغاية هنا، هيطلع لي شكل اللي هو الماسكوت، واقول له اكزيت. خلي بالك هنحرك الجسم ده بقى شوية عشان ده يبقى باين. خلاص، ونيجي نقول له الكلام ده سيكشن عند سي، هو ده الكلام بتاع سي اهو، حطه فوقيه. لما انت قطعت من السي في الجانبي عند الحتة المعينة دي، ايه اللي انت تشوفه لما تقطع من الحتة المعينة دي؟ تعالى نشوف الحتة المعينة دي انهي، هي الحتة دي يا شباب، قطعت الحتة اللي جوه دي، فهيبان لك ايه بقى في الرأسي لما تقطع الحتة دي بس، هتشوف عبارة عن حرف الحتة الصغيرة دي بس هي اللي مهشرة اهي،
الحته الصغيره دي اللي مقشره. خلاص اللي عاوز تشوفها هنا نجيبها لك هنا. خلاص اللي عاوز تشوفها هنا هذه الرسمه، ونيجي نعمل نيو وادي دي كده، واجي اقول له اقول لك بقى القطاع ده جت منين. مش القطاع ده يا شباب، هو عملت الربع، ادي الربع، رحت نازل كده، رحت جاي ماشي كده وماشي كده وماشي كده وماشي كده. الحته اللي هي السيري دي كل الحته دي اتشالت، كأنك قطمت قطمه من التورته. ايه اللي هيبان لك بقى؟ هيبان لك هنا ده تحت عامل كده صح، هيبان لك الجزء ده مهشر، اللي هو الجزء ده مهشر كله، انما الباقي مش ايه، مش مهشر. تعال نشوف كده اهو، فعلا ده الجزء ده مهشر والباقي مش مهشر. طيب لما اجي اقطع عند البي، البي اللي هو الربع اللي ورا في الديل ده، تعال نطلع في الربع اللي ورا في الرأسي، نعمل اريز للكلام ده اهو. تعال نشوف لما اقطع في الرأسي من عند الايه، فين الايه، البي، عند البي، عشان اجيب مقطع افقي نص قطاع من عند البي، عاوز اقطع الحتة دي بس في الرأس. تعال نشوف لما نقطعها، هنبص من فوق هنلاقي ايه. لما تقطع بالسكينة من عند البي الحتة دي اهي، ادي دي كده، واخد بالك اهي، السكينة قطعت الحتة دي بس. هتشوف ايه، هتشوف الحرف ده، حرف يو صغير معموله تهشير، ادي البلوك ده، لان انا قاطع بعد اليو. طب تخيل معايا لو طلعنا الخط ده لفوق شوية، بص لما طلعت فوق ظهر لك الحرف اليو. طب لو نزلته تحت اهو، تحت اليو، هيظهر ان هو من جسم من تحت الفتحة خد، يعني الفتحة دي هنا، لا انا جيت قطعت من تحتيها. فلما اجي ابص من فوق الكلام ده كله مش موجود في الرسم، هيظهر عندي عبارة عن مستطيل مصمت مهشر اهو، اللي هو ظهر عندك هنا. طيب في ايه تاني؟ الجانبي ده، انا جيت عند الجانبي ده عشان اعمله، بعمله عند الايه، شوف لما اجي بص في الجانبي هيقطع من هنا يمشي بالشكل ده، فهيظهر عندك حرف اليو بس هو المهشر اهو، من حرف الايه من قدام. تعال نمسح الكلام ده كله اهو، وهيمشي ازاي بقى في الايه، هيمشي كده كده كده. لما تقطع بالجسم بالشكل ده انت شايف ايه في الجانبي، هاجي ابص هلاقي ان نص الجسم، الجسم كله متشال، بس انا قاطع عند ربع معين اللي هو السكينه مشيت بالخط ده، شايف الخط ال ده، انا قطعت الحته دي بس. يعني جيت منين اهو، جيت من هنا قطعت دي كده، رحت ماشي برضو قطع من هنا كده، ده كل ده اتشال. هتشوف ايه بقى، هشوف لما تيجي تقطع من هنا اهو، ده كله اتقطع اهو، ده كله مقطوع اهو، شايف الجزء اللي انا مهشره الكبير ده، ده اللي قطعت السكينه نزلت هنا. تعال نشوف بالاحمر ايه اللي هيبان، هيبان عندك حرف اليو ده صح، لو انت تحت الخط ده، طالما مش تحت الخط فوق الخط هيبان عندك عبارة عن عمود متهشر يمين وعمود متهشر شمال. تعال نشوف هنا اهو، لان انا حاطط السي تحت الخط، لاحظ معايا ان السي الاي تحت الخط المنقط، تحت الخط المنقط، فراح جاي راسم لك حرف يو كده. طب لو انا جيت حركت الاي زي ما كنت بشرح لك من شوية وحركته فوق شوية فوق الخط، بص عمل لك حتتين مربعتين مهشرتين. خلاص طبعا التهشير والحاجات دي كلها بتعتمد على التخيل بتاعك. خلاص انا بعلمك التهشير للعلم دي الشيء، انا مش هطلبه منك في الامتحان حته التهشير. خلاص ده كده بالنسبه للرسمه دي، تعالى نحفظها، هي كده شكلها حلو، نعمل اسكيب ونقول له برنت للطيبه دي، واقول له هنا اعمل بلوت، وادي اقول له بي دي اف، وادي اقول له هنا ايزو اي 4، واقول له اوكي، واجي اقول له انا عاوزها هاف سيكشن، هاف سيكشن، اقول له سيف. شوف بقى يطلع لنا هنا الراجل خلص طلع لنا الهاف سيكشنز، نفتحه
بالبي دي اف اهو، الشكل الجميل اهو الرائع، ادي السكيشنز كده. انت رسمت رسمة ما خدتش منك نص ساعة، رسمة 3D زي ديت، طلعت المساقط ممكن تحط أبعاد وعملت سيكشنز، السيكشن بيطلع في ثانية والمساقط تطلع في ثانية صح، والأبعاد بتتحط في قول في دقيقتين، يعني أنت الشغل الباقي في اللوحة ده بياخد بالظبط قول 10 دقايق، والرسمة دي بتاخد تلت ساعة، نقول مثلا معاك تاخد تلت ساعة، طبعا أنا واخد معايا وقت ساعة عشان أنا بشرح لك. فده التمرين التامن اللي هو اكزامبل 8 اللي هو المعمل هيبقى اللي احنا بنسجله، وان شاء الله نستمر في التسجيل. خلاص فاضل لنا كده تمرين كمان، نخش بقى في التمارين الصعبة شوية.